السلام عليكم متتبعي الأوفياء، متتبعي قناة الإنجليزية واحد. آمل من صميم قلبي أن تكونوا على أحسن ما يرام. فإذا ما لاحظتم دائما قبل أن أشرح في إلقاء الدروس أعطيكم بعض النصائح حتى تتمكنوا من الإلمام باللغة وممارستها بشكل جيد. فهذه الدروس، دروس الحروف المركبة، نتعلم فيها طريقة النغمة في النطق، طريقة النغمة في النطق. عندما أنطق الكلمة بالإنجليزية 2 أو 3 مرات أنطقوها ورائي لكي تثبت في عقلكم. ستلفظون معي وركزوا ثم ركزوا. فهناك طريقة فعالة لتعلم اللغة أيا كانت، لكن قبل أن أعطيكم هذه الطريقة، فكما سبق في النصائح التي أعطيتكم إياها، دائما أبعدوا عن الأشخاص السلبيين المحبطين. هذا الشخص يقول لك مثلا اللغة الإنجليزية صعبة، أو يقول لك أين أنت وأين الإنجليزية. هذا النوع يحطمكم. وارسموا هدفا ألا وهو تعلم اللغة. كونوا دائما صامدين أمام العواصف. هذه الطريقة تعتمد أولا وقبل كل شيء على السمع. في أول المقام على السمع، دع أذنك تتعود على استماع هذه اللغة. في البداية سوف لن تفهم، لكن استمع ثم استمع لسن. وثانيا تعتمد على التحدث، أي كلمة أو جملة تعلمتها تحدث بها، لا تخجل وثقوا بأنفسكم، فالكمال لله وحده سبحانه وتعالى. فالهدف من التحدث بأي لغة كانت هو أن اللسان يصبح غير مقيد. ثالثا اعتمدوا على القراءة، فالأشياء التي سمعتها وتحدثت بها حاول أن تقرأها، في مثلا قراءة القصص المصورة، فمن خلال الصورة ستفهموا المغزى. وفي الأخير الشيء المهم كذلك الكتابة، كل ما سمعته وقرأته حاول أن تكتبه. خذ مثلا مذكرة صغيرة اكتب فيها أفكارك واكتب فيها كل ما تعلمت. ستكتب سطرا ثم سطرين ثم ثلاث ثم ستكتب فقرة. الكتابة هي المرحلة الأخيرة في تعلم أي لغة كانت. لا داعي للإطالة، لنتطرق اليوم إلى درسنا الثامن من درس الحروف المركبة، Compound Letters. أمامنا على السبورة هذه الحروف المركبة. لنبدأ بحرفي E O E O. ترفض E E O، نرفضها E ك E E. مثال example people 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 people. لاحظتم هنا E O نطقناها ك E people. الحروف المركبة الثانية I E I E. كيف ترفض؟ ترفض كيا يا. example مثال media media media. immediate immediate media media immediate. ينتقل إلى حروف E زائد W. E نضيف عليها W. هناك حالتين للنطق. الحالة الأولى تنطق كأو، كأو طويلة، تنطق كأو طويلة. مثال example crew crew. فهنا كانت طويلة كرو، ولا نقول كرو، كرو. الحالة الثانية تنطق كدبل أو، أو كدبل أو. لنأخذ مثال إكزامبل نيوز نيو نيو نيوز نيوز نيوز. مثال ثاني فيو فيو، وطولوها فيو. إي دبليو تكون طويلة أو ترفض طويلة. فيو فيو. أعيد إي أو ترفض كإي كإي كإي.
E. Example, people. 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 معنى الناس أو الأشخاص. People. الناس. People. الناس. People. وهذه كلمة نستعملها بكثرة. People. I. زائد. A. تلفظ. يا. I. زائد. E. تلفظ. يا. Example. مثال. Media. 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 معناها وسائل الإعلام. وسائل الإعلام. أو تغطية إعلامية. تغطية إعلامية. أو الصحافة والإعلام. تأخذ عدة معاني. أو الصحافة والإعلام. Immediate. 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 معنى فوري. شيء فوري. فهنا نعت. هذه immediate. نعت. صفر. Immediate. Immediate. ينتقل هذه الحروف المركبة. الثالثة. E زائد W. E زائد W. الحالة الأولى تنطق كأو كأو طويلة أو طويلة. مثال example كرو 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 ومعناها طاقم أو طاقم الطائرة أو ملاح السفينة. كرو كرو معناها طاقم أو طاقم الطائرة. طاقم الطائرة نقول الكرو. كرو طويلة نفوتها طويلة. كرو أو كرو طاقم الطائرة كما سبق القول أو ملاح السفينة أو ملاح السفينة. في الحالة الثانية تنطق دبل أو أو كدبل أو أو. مثال نيوز 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 معنى الأخبار. نيوز نيوز ولا نخلط بين نيوز ونيو. نيو شيء جديد جديد معناه جديد نيو بدون اس. اما نيوز فعندما اضفنا اس تغير المعنى اصبحت الاخبار. The news الاخبار. The news نيوز الاخبار. فيو 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 معناها قليل. فيو فيو. E زائد Y يمكن أن ترفض إما كإي. مثال كي كي وهو المفتاح كي. أو كأي طويلة أي. Gray 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 Gray. لاحظتم هنا في اللغة العربية كتبت الياء بثلاث نقاط معناها ري ري ولا لا أقول جري جري ثلاث نقاط. جري أوبي تو أوبي هذا فعل. تو أوبي يطيع فعل يطيع. تو أوبي. ذي 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 معناها هم أو هن كما سبق لاحظنا في الدروس السابقة. ذي أعيد. E زائد Y إما تنطق كإي كي كي معنى المفتاح أو كأي طويلة معنى كغري غري غري معنى اللون الرمادي أو رمادي. أو كإي تأخذ صفة إنسان كئيب غري أو رمادي. الشائعة هي رمادي اللون الرمادي. غري الأسود نقول black. الأبيض white. سنتطرق إلى الألوان إن شاء الله في الدروس القادمة. إذن E زائد I ترفض كE كي أو كA. مثال gray لون الرمادي أو الرمادي أو إنسان كئيب. gray gray. obey obey معناه يطيع. to obey فعل. to obey obey أوبي. لاحظوا الياءون بثلاث نقاط. لا نقول أوبي أوبي. ذي ذي. I زائد E إما ترفض كإي طويلة. I زائد E إما ترفض في الحالة الأولى كإي طويلة. example مثال believe
believe, believe, believe. Briefcase, 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 brief, brief, briefcase. Au tchorfat, que ei, mister, mouvei, mouvei, mouvei. وفي حالة عيسى تنطق كإي أو كآي عفوا آي 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 مثال تاي 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 سيانس 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 معنى علم تاي معنى رابطة العنق تاي تاي أعيد إي زي واي ترفع كإي كي مفتاح معنى مفتاح كي او كاي طويله جراي 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 اللون الرمادي او كاي اللون الرمادي يستعمل بكثره كاللون الرمادي مثلا جراي جراي تو اوبي تو اوبي اوبي يطيع ذي 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 هم او هن اي زي اي ترفض كاي طويله اي طويله مثال اكزامبل بليف 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 يصدق معنى يصدق بريف كيس بريف كيس بريف كيس معناها محفظه بريف كيس بريف كيس او ترفض اي زي اي او ترفض I زائد E أو تلفظ في الحالة التالية كـ A مثال movie 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 معنى فيلم movie فيلم في الحالة الثالثة يمكن أن نلفظها كـ I I I مثلا تاي رابطة العنق دو تاي تاي بالفرنسية أون كرافات تاي مثال ثاني سيانس 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 معناها علم ويمكن لحرفي اي اي ان ينطقا ك اي اي اكزامبل مثال فريند فريند معناها صديق فريند ماي فريند صديقي ماي فريند يور فريند صديقك الى اخره الحاله الرابعه يمكن لاي اي ان ترفض ك ي ي فيستا 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 معناها حفلة فيستا وهذه كلمة تستعمل بطريقة نادرة فهي نادرة الاستعمال فيستا يمكن لحرفي اي اي ان ينطق ك اي مثال friend my friend your friend his friend كما سبق ان لاحظنا في الدروس السابقة ويمكن ان يرفض ك اي يمكن ان يرفض ك اي مثال example فيستا فيستا كما قلت هذه كلمة نادرة الاستعمال حفلة او زائد او كيف ينطقها ينطق كاو طويلة كاو طويلة مثال مون 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 معنى قمر مون 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 to choose to choose معنى يختار فعل دائما كما سبق القول الفعل دائما يأتي قبله to 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 choose يختار او زائد you يمكن ان يلفظ ك او او example example sound sound او او sound sound معنى صوت sound sound معنى صوت mouth 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 معنى فم mouth mouth او يلفظ ك او طويلة او طويلة example throw throw أو throw throw معناها عبرة
عبر. throw معناها عبر. يو زائد اي، يو زائد اي كيف ينطق؟ كاو طويلة، كاو طويلة. example blue 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 ازرق، لون ازرق. blue black اسود، white ابيض، gray رمادي كما سبق القول. سنتعرض للالوان ان شاء الله في الدروس القادمة. اذا ننطقها blue او طويلة blue. To continue, to continue, 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 you, to continue, معناها يتابع. To continue. You زائد I, you زائد I تلفظ كأو، أو طويلة، أو طويلة. مثال fruit, fruit, fruit. الفاكهة fruit 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 تكون هي الفاكهة. او زائد يو زائد جي زائد اتش يلفظ اما كاو. example although رغم. although رغم. او كاو طويلة. مثال through عبر. أعيد although رغم أو كأو طويلة. مثال through عبر. المرجو الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديد، وكذلك بالضغط على زر لايك إذا أعجبكم الفيديو، ولا تبخلوا علينا بتعليقاتكم وتفاعلكم. دمتم بخير، وإلى الدرس القادم إن شاء الله.